توقعاتك لمباراة اليوم؟ أول شيء كرواتيا واليابان. وين بتروح؟ ما بحضر المباراة الأولى. ما بتحضر المباراة الأولى؟ أيوة. توقع اليابان. اليابان. كم؟ 2-1 ممكن تخلص 1-0. حلو. المباراة اللي بحضرها برازيل وكوريا. إذا بتشجع البرازيل فبتوقع كوريا. أتوقع البرازيل 4. 4؟ 4. خذ لك كوريا 2-0. كوريا 2-0؟ ايوه. انا اتمنى انه يكون 0 عادي، ما ابغى الفرق الاسيويه ان شاء الله هم الكوريين.